حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة سامرة الفضائية لبرنامج استراحة الظهيرة. كنا نعرف كثرة البطالة والفقر اللي عندنا بالعراق. كثرة البطالة صارت بكثرة، لكن سببت الانتحار عند البعض. هل هو هذا السبب، انه سبب البطالة والفقر، وما هي الحلول؟ ابقيونا خلينا نشوف آراء الناس بهذا موضوعنا ونرجع لكم. بسبب الوضع السياسي حاليا اللي عندنا نعيش، السياسة بالعراق حاليا الفساد، عندك البطالة، الطالب يتخرج من الكلية ما يلقى وظيفة، يستلم الشهادة هو تعبان بيها، بس 16 سنة يدرس ويتعب بالأخير ما يحصل شغل أو ما يحقق أحلامه. الطموحات مال الشباب تتحطم، ما عنده أي شغل، ما يلقى أي طموحاته، كلها تنتهي. اللي يحب وحدة مثلا عندك أو يتفارق، الكريستال، المخدرات، بلا وعي هو دا ينتحر. اكو بيهم هواي حالات انتحار، هو بلا وعد ودا ينتحر. احنا اذا نرجع للسبب الرئيسي، بدايه انه سبب حالات كثره سبب حالات الانتحار، وبعدها نرجع نعالج الموضوع. سبب الكثره اولا طبعا سبب الفراغ، سبب يعني ماكو توعية، بسبب انه ماكو عمل للشباب، بسبب العطالة، هذا كله يولد سبب فكرة الانتحار. كثير اسباب، يعني احنا ما نحددها على سبب واحد. احنا المفروض يعني المفروض توفر فرق تطوعية، المفروض يعني اكو هناك مثلا منظمات عمل للمعالجة، لتقليل حالات الانتحار، الشرح، إضافة إلى يعني إحنا حاليا حتى على مستوى العراق يعني ماكو كمثلا أوكي، هو الإنسان مثلا يخطأ أو مثلا هو تولد عنده حالات الانتحار أو مثلا جت فكرة سيئة، المفروض من عندنا يعني منظمات أو مثلا عمل فرق تطوعية للمعالجة. بصراحة عملية الانتحار يعني بشكل عام يعني بالآونة الأخيرة يعني كثير يصير هاي الحالات لأن الأسباب عديدة. أكو نظرية تقريبا درسوا هاي الحالة لما صارت بأوروبا، نظرية طرقوا لها اللي هي نظرية الفراغ. لما كثرت حالات الانتحار هاي النظرية طرقوا لها، تصير هاي حالة الفراغ عندما الإنسان يكون لا هدف عنده، لا يمتلك هدف، لا طموح، بالتالي تصير عمليات الانتحار تكثر بهذا الشكل. تتعلق هواي امور بهاي النظريه، نظريه الفراغ. اهمها للاسف الشديد اليوم يعني نلاحظ احنا شبابنا لا عمل، يعني كثير يعني عاطل عن العمل، وهذا سببها يرجع الامور ترتبط امور سياسيه، امور اقتصاديه. الحلول اولا لا يجب ان نبدا يعني من الصفر، لان للاسف الشديد احنا الاحظ ان كثير امور تهدمت عندنا، فلازم نبدا من البناء، نبدا من بناء العلم، نبدا من كثير امور اقتصاديا، نبدا من الاقتصاد، بحيث انت من يصير عندك علم راح يبدا بناء مجتمع كامل عندك. عندما تبني مجتمع راح تتاسس افكار جديده على شبابنا، افكار علميه، افكار اقتصاديه. طبعا جاي يصير عندنا هوايه حالات انتحار بسبب مثل ما ذكرت انت، يعني حاله الفقر والبطاله. مثل هسه هوايه جاي يجون مغتربين يشتغلون هنا وابن البلد ما جاي يشتغل. والله هي لو تصفن لها البطاله اول شيء، وثاني شيء البيت الاسري مو مثل قبل. يعني قبل كان احنا يقول لك تشوف مصيبه غيرك تعرف مصيبتك، زين. فهسه على دا اشوف، انا ما عايش هنا انا، بس دا اشوف هوايه عالم يعني كثره البطاله، وكبيت عراقي مو مثل البيت العراقي القديم بصراحه يعني اللي دا اشوفه. شنو الحلول؟ والله هي لك الحلول لو ترجع لها، هي يراد لها هوايه حلول، بس حل اول شيء خلينا نقول شو صحوا لها طبعا اكيد هذا هو حل. هذه اول شيء ذاك الوقت ينحل كل شيء، لان اذا انت البلد ما من يعني ما مستقر شلون تريد البيت العراقي يستقر؟ مو صحيح. فهي هذه كلها اسباب تاثر. ولا تنسى هاي شغله المخدرات،
هم زايده كثير يعني. انا من عفت العراق بال 2003 ماكو شيء اسمه مخدرات، هسه عندنا حتى هناك يعني هو نسبه الانتحار باوروبا هي كلها من وراء المخدرات زين، ومع الاسف دا اشوفها بالعراق بشيء فظيع صدق فظيع. فهذا اكبر سبب انا بالنسبه لي دا اشوفه هناك وهنا مخدرات اعتقد هي. مشاهدينا الكرام، كان راي المواطن مهم بموضوعنا. مثل ما تعرفون اليوم البلد يعاني بسبب البطاله اللي قاعد نعيش بها بالبلد وكثره المخدرات وتعاطي المخدرات، هذا الشيء راح يسبب الانتحار عند كثير من الشباب. شكرا لمن تابعنا، وهي عوده الى زملاء ببرنامج استراحه الظهيره.